الوسطى، فهذا فيه فضل كفالة اليتيم، سواء كان اليتيم من الأقارب أقارب المرء أو لم يكن من أقاربه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال النووي: هذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو مال اليتيم بولاية شرعية. قال النووي رحمه الله تعالى: هذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه، كفل اليتيم من مال نفسه أي أخذ ينفق من مال نفسه على اليتيم، ينفق عليه في طعامه في شرابه في غير ذلك من مصالحه معالجته ومداواته إلى غير ذلك، أو من مال اليتيم كان وليا على مال اليتيم ولاية شرعية، فاتقى الله عز وجل في هذا المال لليتيم وحفظه له، وكان ينفق على اليتيم من مال اليتيم نفسه أيضا له هذا الثواب، له هذا الثواب. وهذا يستفاد منه أن كفالة اليتيم هي مباشرة الرعاية لليتيم، ليس مالا يدفع فقط. نعم، دفع المال هذا فيه خير عظيم، لكن كفالة اليتيم أن يضمه إليه وأن يقوم على رعايته وأن يعامله معاملة أبنائه، كما قال بعض السلف: كل اليتيم كالأب الرحيم، فيعامله معاملة أبوة، معاملة والد لابنه، ويحسن رعايته وتربيته وتأديبه والقيام على شؤونه ومصالحه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان. الذي يطوف على الناس في بيوتهم وأماكنهم يسأل ويعطى تمرة أو تمرتين أو لقمة أو لقمتين ويأخذها ويمضي، هو مسكين، هو مسكين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين، النفي هنا ليس لأصل الأمر وإنما لكماله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام وقد تقدم: ليس الشديد بالصرعة. الصرعة الذي لا يغلب إذا تصارع مع الناس، هذا شديد، لكن الشدة الحقيقية التامة الكاملة ليست هذه. ما هي؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. وهنا قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. المسكين الذي هو بحاجة، بحاجة إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس، لكنه عفيف، ما يمد يده للناس ولا يذهب إليهم يطلب منهم حاجته. ولهذا هذا النوع من المساكين ينبغي على الأغنياء وأصحاب الأموال أن يبحثوا عنهم، لأن هؤلاء لا يبحثون عن الأغنياء ولا يذهبون إلى الناس يمدون أيديهم إليهم، فهم متعففون. متعففون، متعفف أي أعف نفسه عن السؤال وعن مد يده للناس. فهذا المسكين الكامل في المسكنة، جمع بين المسكنة التي هي الفقر والحاجة الشديدة
وفي الوقت نفسه العفة، لا يسأل، لا يسألون الناس إلحافا، لا يمد يده للناس ولا يسألهم. قال إنما المسكين الذي يتعفف. فهذا الحديث فيه تنبيه لأصحاب الأموال، من يريد أن يزكي ماله يتحرى مثل هؤلاء، يتحرى مثل هؤلاء. وكان بعض السلف يتحرى مثل هؤلاء المساكين ويقصدهم في بيوتهم ليلا، ويضع عند الباب ما يحتاجون إليه في من طعام وشراب ولباس ونحو ذلك، ويطرق الباب ويمضي فلا يدرون من هم، حتى إن بعضهم لم يعلموا بمن كان ينفق عليهم إلا بعد وفاته، بعد أن توفي وجدوا أنها انقطعت فعرفوا أنها كانت تأتي من فلان. فهؤلاء يتتبعون في بيوتهم ويحرص على معرفتهم في أماكنهم ومساعدتهم. هذا مقصد الحديث. قال إنما المسكين الذي يتعفف، إنما المسكين الذي يتعفف. فهذا في حث للغني صاحب المال أن يبحث عن أمثال هؤلاء المتعففين ويجعل من صدقاته في هؤلاء. قال وفي رواية ليس المسكين الذي يطوف على الناس، يطوف أي يدور على الناس، يمد يده ويسأل، ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين أي الكامل في ذلك، الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، لأن إطلاقا ما يمد يده ولا يقول لأحد إنني محتاج، فلا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يقوم فيسأل الناس. وهنا قوله لا يقوم فيسأل الناس هو بمعنى ما جاء في الرواية التي قبلها الذي يتعفف، الذي يتعفف يعني يعف نفسه عن السؤال. ومن يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ومن يتعفف أو من يستعفف يعفه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله أي ليس المسكين الممدوح من المساكين الأحق بالصدقة والأحوج بها سوى المتعفف. نعم، يعني هذا هو الممدوح الذي مع كونه مسكينا محتاجا فقيرا لا يسأل الناس، ومثل هذا هو الأحق بالصدقة، هو الأحق بالصدقة والأولى بها. نعم. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي إنما نفى صلى الله عليه وسلم المسكنة عن السائل الطواف لأنه تأتيه الكفاية وقد تأتيه الزكاة فتزول خصاصته، وإنما تدوم الحاجة في من لا يسأل ولا يعطى. نعم، تزول خصاصته يعني حاجته، قد يأتي من مال الزكاة ما يسد حاجته فلا يصبح محتاجا، لكن هذا العفيف لا يفطن له، هذا العفيف الذي لا يسأل لا يفطن له، وهو في نفسه أيضا لا يسأل. فمثل هؤلاء ينبغي التحري عنهم ولا يكون معرفتهم إلا بالبحث، إلا بالبحث والسؤال. فإذا عرف أحد مثل هذا النوع من المحتاجين فينبغي أن يتعاهده، لأن هذا الذي جاء فيه هذا الحديث حثا على تعاهد مثل هؤلاء. نعم. قال المصنف رحمه الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السائي عن الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل هذا الإحسان إلى الأرامل والمساكين، الإحسان إلى الأرامل والمساكين. فقول الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين أي في حاجتهم،
يسعى في حاجتهم، ما يحتاجون إليه من غذاء، من شراب، من لباس، من علاج، من مسكن، إلى غير ذلك من الحاجات، يسعى في تحقيق هذه الحاجات ويهتم لهؤلاء. فيقول عليه الصلاة والسلام في ثواب من كان كذلك، قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. قال وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر، أي في ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن النفع المتعدي أعظم، النفع المتعدي والسعي في نفع الناس، مثل ما مر معنا في ثواب إصلاح ذات البين وفضله على الصلاة والصيام والصدقة، أي النفل. وهنا أيضا المراد بالصلاة والمراد بالصلاة أي النفل. فأفضل من هذا أن يقوم بهذه الأعمال المتعدية في كفالة يتيم أو رعاية أرملة أو سد حاجة مسكين أو إصلاح ذات البين أو نحو ذلك من الأعمال المتعدية. نعم. قال الشارح رحمه الله: الأرملة المرأة التي لا زوج لها، والأرامل المساكين من رجال ونساء، والسائي عليهما هو المكتسب لهما بما يمونهما به. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحاصله حث من عنده وليمة عرس أن يعتني بالفقراء، أن يعتني بالفقراء دعوة لهم لحضور هذه الوليمة. لكن الغالب في حال الناس ما أشير إليه في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة. وفي الرواية التي بعده من قول أبي هريرة: بئس الطعام طعام الوليمة. وصفه بهذه الصفة أن شر الطعام، من جهة أن الفقير الذي محتاج إلى هذا الطعام ما يدعى إليه، ما يدعى إلى هذا الطعام، والغني الذي هو لا يحتاج إلى الطعام، لا يحتاج إلى هذا الطعام، يدعى إليه ويلح عليه في الدعوة والحضور والمجيء، والفقير لا يدعى. تجد ربما فقيرا قريبا إلى مكان هذا العرس الذي يصنع فيه الطعام الكثير، يتلوى ينام جوع، ينام يتلوى جوعا، ما عنده شيء يأكل، وعفيف لن يأتي بدون أن يدعى، فيترك ما يدعى، ويدعى شخص غني ليس بحاجة إلى أن يأكل. ليس معنى الحديث أن لا يدعى الغني، ليس هذا المراد، وإنما المراد بالحديث أن لا يترك الفقير، أن لا يترك الفقير الذي هو محتاج أن يأكل. وهذه فرصة، ما دام أنه صنع الطعام لهذه المناسبة، مناسبة العرس، يعتنى بالفقراء. هذا مقصد الحديث. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة. والوليمة هذا إنما يطلق على طعام العرس، الوليمة طعام العرس. قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها. القصد في قوله يمنعها من يأتيها أي من يرغب ويحب ويود أن يأتيها، لأنه محتاج، لأنه فقير ما عنده طعام، يمنعها من يأتيها أي من يود أن يأتيها.
ويدعى إليها من يأباها، ويدعى إليها من يأباها، يعني من لا يريد أن يحضر، من لا يريد أن يحضر. ولهذا طبقة من الناس يأتون بالإلحاح وتأكيد ومتابعة، وهم غير محتاجون لا لطعام ولا يعني كما قدمت أن هؤلاء لا يدعون، بل يدعون، لكن الكلام أنه لا يترك الفقير، لا يترك الفقير المحتاج دون أن يدعى إلى الوليمة. قال يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الدعوة هنا خاص بوليمة العرس، وليمة العرس، وهذا فيه وجوب إجابة الدعوة، دعوة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد عصى الله ورسوله، يعني عدم الإجابة معصية، معصية. لكن قال أهل العلم أن هذا له شروط أشار إليها أهل العلم. من هذه الشروط أن لا يكون في الوليمة منكر، لا يكون فيها منكر إلا إن كان عنده قدرة على الذهاب للتغيير، وإلا لا يذهب، وإلا لا يذهب، يعني لا يكون واجبا في حقه، لا يكون واجبا في حقه. فإجابة هذا النوع من الدعوة الذي هو وليمة العرس واجب، ووجوبه من حيث أن هذا أمر عظيم جدا، يعني إن فتح بيت مسلم ينشأ فيه ذرية ويتربى فيه أولاد، فهذا أمر عظيم جدا، ليس أمرا هينا. وهذا من اهتمام الشريعة بالعرس والاجتماع لطعام بهذه المناسبة، وحث من يدعى إلى أن يأتي، لأن هذا ليس أمرا هينا، هذا أمر عظيم جدا، ينفتح بيت مسلم ينشأ فيه الذرية والأولاد ويتربون على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر عظيم، ليس أمرا هينا، والدعوة إليه ليست كالدعوة لأي أمر آخر. نعم. قال الشارح رحمه الله: الوليمة الطعام المتخذ للعرس، وتقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كختان ونحوه. نعم. وفي الحديث مراعاة الفقراء والتلطف بهم وإجابة الداعي. مراعاة الفقراء والتلطف بهم، يعني لا يتركون في هذه مثل هذه المناسبات، لا يتركون، بل يدعون إلى، ومثلهم الأيتام، مثلهم الأيتام، يعني يدعى يعني إلى الوليمة بنفسه ويرحب به إذا جاء. مثل هذه المعاني كبيرة وعظيمة، ولها أثرها ووقعها في النفوس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آل جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. ثم أورد هذا الحديث وما يليه من أحاديث فيما يتعلق بتربية البنات، فيما يتعلق بتربية البنات والعناية بهن، ولهذا في الترجمة قال: ملاطفة اليتيم والبنات. انتهى مما يتعلق باليتيم، وساق هنا أحاديث عديدة تتعلق بالبنات وتربيتهن. والبنت تختلف عن الولد لضعفها وحاجتها إلى مزيد من العطف، والعطف والحنان والتلطف في المعاملة، مثل ما قال ملاطفة البنات. فهذا أمر ندبت إليه الشريعة، وجاء فيه ثواب عظيم جدا، وجاء فيه أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذه البنت إذا اعتنى بها والدها
تأديبا وتربية وتنشئة لها على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، أثر هذه التربية تظهر فيما بعد، تظهر فيما بعد، تكون أما صالحة، يخرج على يديها أبناء بررة صالحين ينفعون أهليهم وينفعون ماذا؟ مجتمعاتهم بتوفيق الله عز وجل. ولهذا جاء حث كثير في الأحاديث أو حث عظيم في الأحاديث على العناية بالبنات وملاطفتهن والترفق بهن حتى يكبرن على معاني لطيفة وجميلة تنعكس على من تقوم على تنشئتهم، من تقوم على تنشئتهم وتربيتهم التربية الصالحة التي نشأت عليها وتربت عليها. فجاء في ذلك أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم عديدة في رعاية البنات والعناية بهن. قال في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين أي بنتين، من عال جاريتين أي بنتين، عال جاريتين أي اعتنى ببنتين، ولد له بنتان فاعتنى بهما عناية عظيمة منذ الصغر تربية وتأديبا وقياما بحاجاتهما ومصالحهما إلى أن تبلغ كما سيأتي في بعض إلا في هذا الحديث قال حتى تبلغ. والمقصود بالبلوغ أن تدخل في كنف الزوج، أن تدخل في كنف الزوج يربيها ويعتني بها حتى يسلمها لمن؟ لزوجها. وتسليمها لزوجها بداية نشأة ماذا؟ بيت مسلم فيه الأولاد، وفيه تقوم هذه التي ربيت التربية العظيمة تقوم على هذا البيت. ولهذا مطلوب من الوالد أن يعتني بالبنت إلى أن يسلمها للزوج فتنتقل من بيت والدها إلى بيت الزوج، تنتقل من بيت والدها إلى بيت الزوج، ثم ينشأ بيتا على الصلاح وعلى الاستقامة، وتظهر الأثر، يظهر الأثر، أثر التربية والتنشئة. قال حتى تبلغ الثواب على ذلك. قال جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه مثل ما تقدم في كفالة اليتيم. وهذا فيه قرب المنزلة والدرجة وعلو الثواب في جنات النعيم، وأن هذا عمل عظيم جدا يقوم الإنسان على بناته وتأديبهن وتربيتهن وتنشئتهن على الخير. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الثواب العظيم لمن قام على البنات بالمؤونة والتربية حتى يتزوجن، وكذلك الأخوات. قال في هذا الحديث: الثواب العظيم لمن قام على البنات بالمؤونة، المؤونة الطعام والشراب واللباس والغذاء والمسكن إلى آخره، والتربية، وهذه مهمة جدا، ليس القيام على البنات وعولهن بالطعام والشراب، بل التربية أهم، فيجمع لهن بين غذاء البدن وغذاء الروح، ويحسن تنشئتهن على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته وعلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، لتكون بعد ذلك أما صالحة، أما فاضلة. قال والتربية حتى يتزوجن، هذا معنى قوله حتى تبلغ. ليس المراد أن تكون الرعاية إلى البلوغ الذي هو مثلا حصول شيء من علاماته، يعني قد تبلغ الجارية صغيرة، يعني ربما تبلغ عمرها 10 سنوات أو 11 سنة، فليس المقصود هنا بالبلوغ إلى تبلغ يعني سن التكليف،
ليس هذا هو المراد، وإنما المراد يعني تبلغ أن تكون زوجة فيزوجها وتكون في عصمة زوجها إلى هذه المرحلة، ثم إذا كانت في عصمة زوجها أصبحت في ذمته يتابع الإحسان إليها. وهذا أيضا في أحاديث خاصة. قال وكذلك الأخوات، يعني قوله جاريتين، من كان له أختان توفي مثلا عنهما والدهما فقام عليهما تربية لهما، له هذا الثواب، فيدخل من في هذا الحديث من هذه الجهة، ويدخل أيضا ماذا فيما تقدم وهو كفالة اليتيم. قال اليتيم كاف اليتيم له أو لغيره، له مثل ما هنا، يعني تكون أختا له أو أخوات له يقوم على تربيتهن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة، أي محتاجة، ومعها ابنتان لها تسأل، يعني تسأل عن حاجة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. هذا بيت من؟ بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءت هذه السائلة ما وجدت عائشة إلا تمرة واحدة فقط، أشرف بيوت الدنيا وأعلاها مكانة وأرفعها منزلة بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت سائلة وذهبت عائشة تبحث شيئا تعطيها، لم تجد إلا تمرة. وكم في بيوت الناس من التمور والأنعام والأرزاق وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. هذا البيت الذي هذا حاله أعظم البيوت شكرا لله على الإطلاق، أعظم البيوت، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عبودية لله، وأكمل الناس شكرا لله، وأكمل الناس قياما بطاعة الله صلوات الله وسلامه عليه. وتأتي سائلة محتاجة وتبحث عائشة عن طعام تعطيها إياه، لم تجد إلا تمرة واحدة، فتقول: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطتها إياها. وإذا كان لا يوجد في البيت إلا تمرة واحدة، فبذل هذه التمرة للمسكين هو بذل لها عن ماذا؟ عن حاجة، يؤثرون على أنفسهم، بذل لها عن حاجة. ومن الناس من يكون في البيت الأطعمة الكثيرة الزائدة عن حاجة البيت ربما لشهور، وإذا جاء المسكين يبدأ يفكر ويحسب، ولو أعطيته كذا ينقص كذا، ويؤثر أن يقول له أن يعتذر منه. وهذه ليس في بيتها من الطعام إلا هذه التمرة وآثرتها بها رضي الله عنها وأرضاها، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. هذا والله موقف للقلوب، وأن الإنسان ينتبه في هذا الباب، على أنه أيضا، وهذا تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. هذه الصدقات هي سبب للبركة، سبب للبركة وزيادة الخير وتكاثر النعمة. قال: فأعطيتها إياها. وهذه أيضا عجيبة أخرى، المرأة في نفسها هذه السائلة أيضا محتاجة، ولما جاءتها تمرة واحدة آثرت بها ابنتيها، هذا إيثار، عائشة آثرت وهذه أيضا آثرت ابنتيها بهذه التمرة، فقسمتها بين
ابنتيها ولم تأكل منها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته يعني بهذا الخبر العجيب أن تمرة واحدة فقسمتها ولم تأكل شيئا، قسمتها ولم تأكل شيئا. عائشة رضي الله عنها تتعجب من حال من حال هذه المرأة، وحال عائشة أعجب، حال عائشة رضي الله عنها أعجب. فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء؟ هنا قوله بشيء يعم لو كانت ماذا؟ واحدة. ولهذا سيأتي أن القرطبي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: يحصل ولو كانت واحدة، يحصل ولو كانت واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء، بشيء يعني ولو واحدة، ولو واحدة يحصل هذا الثواب الذي ذكر عليه الصلاة والسلام. قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا سترا له من النار. معنى سترا أي واقيا من النار، كنا سترا له من النار أي حجابا واقيا له من النار. بهذه المناسبة أروي لكم قصة هي عجيبة، ومثل هذه القصص لا تروى إلا للاستئناس. يعني مثل الآن عندنا حكم واضح، من ابتلي بواحدة ولو بنت واحدة واعتنى بها طعاما وشرابا وغذاء ولباسا وتربية إلى أن دخلت في بيت الزوجية فهي ستر له من النار، ستر له من النار. والإسلام حثا عظيما على العناية بالأنثى، لأن المجتمع لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلة عظيمة جدا، ومن ضمن الجاهلية التي كانوا عليها ماذا؟ كراهية الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هل لا يبقى على مضض وبغضاء وكراهية يبقي هذه البنت أو يدفنها؟ وكانوا على قسمين، قسم يبقيها وهو كاره لها أشد الكراهة ويمقتها أشد المقت، لكن يبقيها. و تطلق يحفر إلى جنبها حفرة، إلى جوارها يحفر حفرة في الأرض، وإذا خرج المولود إن كان أنثى مباشرة من رحم الأم إلى ماذا؟ إلى الحفرة، ويدفنها وهي حية في التراب. هكذا كانوا يفعلون، وبعضهم ربما لا يفعل ذلك في هذه اللحظات، يصبر سنتين ثلاث أربع تكبر تصبح تمشي، فيقول لأمها: طيبيها جمليها حسنيها، يعني بأنه سيأخذها يمتعها، فيأخذها وقد أعد لها حفرة، فيقول: انظري، فتنظر ويدفعها في الحفرة بثيابها وبزينتها ويهيل عليها التراب. هكذا كانوا. فالإسلام جاء بالعناية بالأنثى، الرعاية لها، التربية، التأديب، الاهتمام. واحدة فقط يرزقها المرء ويعتني بها تكون حجابا له من النار، فكيف إذا كانت اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس ويعتني بهن؟ أعود للقصة، هذه قصة عجيبة سمعتها قديما من رجل توفي رحمة الله عليه، يرويها لي مباشرة عن صاحبها، عن صاحب القصة، أنه ذريته بنات، رزق الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة بنات، ويريد ابنا. فلما كثر البنات
أصبح غضبه اشتد على زوجته ويتسخط منها، وأنت ما تنجبين إلا بنات، وأنت كذا، ويتسخط منها. المهمة حملت الحمل السادس وبنت، فحينها اشتد بها الغضب إلى أشد ما يكون، وتهددها، قال لها إن كان الحمل السابع بنتا أطلقك، ما يمكن تبقين معي، وأصبح في حالة غير محتمل لها. حملت، ولما دنا وقت الولادة رأى رؤيا في المنام، رأى رؤيا في المنام أن القيامة قامت وأنه أخذ به إلى النار. ولما أخذ به إلى الباب الأول من أبواب النار، وإذا واحدا بناتها تمد يديها تمنع دخوله، فأخذ للباب الثاني وللبنت الأخرى، الثالث والثالثة والرابع والخامس، إلى أن وصل إلى الباب السابع، انتهى البنات، البنات ست. لما وصل ولها سبعة أبواب، لما وصل الباب السابع ما فيها أحد، وأخذ إلى النار سيدخل فيها، ففزع وقام من النوم، وأصبح يدعو الله أن تكون السابعة بنت، أصبح يدعو الله أن تكون السابعة بنت، لأن بقي هذا الباب. مثل ما قلت لكم في بداية الحديث، مثل هذه القصص فقط يستأنس بها، وأن ما يليق بالإنسان وفي هذه الأحاديث وهذا الفضل وهذا الثواب ثم يكره، لا يكره الإنسان. الله عز وجل لما عد النعم في القسمة في هذا الباب رباعية، من الناس من ذريته بنات، ومنهم من ذريته بنين، ومنهم من جمع له بين البنين والبنات، ومنهم من هو عقيم لا ينجب. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. والأصناف الأربعة أيضا وقعت في الأنبياء، في الأنبياء منهم من ذريته بنات فقط، ومنهم من ذريته بنين فقط، ومنهم من جمع بين البنين والبنات، ومنهم من لم يكن له ذرية. فهذه هبة الله، هذه هبة الله سبحانه وتعالى، والواجب على المسلم أن يتعامل مع الهبة كما يحب الواهب والمنعم سبحانه وتعالى. قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن سترا له من النار، سترا أي حجابا واقيا من النار. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي: يفيد هذا الحديث بعمومه أن الستر من النار يحصل بالإحسان إلى واحدة من البنات. هذا أخذه من قول شيء بشيء من هذه اللفظة في الحديث. نعم. فإذا آل زيادة على الواحدة فيحصل له زيادة على الستر السبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة كما في الحديث السابق. نعم. ولا يزال الحديث في فضل رعاية البنات، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.
اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.